عليكم، يعطيكم العافية أثر. أنا زميلتكم دنيا دوجان البلاونة، إن شاء الله راح أكون معكم بشرح مادة الفارما أنا وزميلتي مها. أنا اليوم راح أشرح لكم أول محاضرة للفارما وهي المصل ريلاكسنس. هسا يعني قبل ما أدخل أنا مباشرة بالتفريغ بدي أرسم رسمة أو نعمل ريكاب. إحنا لمعلومات أصلا عندينا من قبل للفسيولوجي تبعت النيرفز بشكل عام. طيب هسا احنا بشكل عام نعرف انه انا في عندي نيرفز بتطلع يا اما من البرين ستيم بسميهم انا الكرينيال نيرفز، او بيطلعوا من السباينال كورد وبسميهم عندنا سباينال نيرفز. طيب هسا هاي الطبيعه كيف تشتغل، يعني هاي النيرفز انه انا بيكون في عندي نيرف معين بنتهي بانه بيطلع لي نيورو ترانسميتر معين سواء كان اسيتيلكولين طيب او مثلا نور إبنفرين. طيب هذول بيشتغلوا على ريسبتورز خاصة فيهم على effector organs، ممكن يكونوا يا إما muscles طيب glands another neuron whatever يعني. طيب من خلال انهم بيشتغلوا على ريسبتورز خاصين، هذول ريسبتورز most likely بيكونوا يعني ممكن يكونوا linked to عندينا ion channels وبيصير في عندي انا انه نقل للسيال العصبي. طيب لكن احنا يعني برضو ضمن هاي رسمة يعني تعتبر جنرال. لو اجينا احنا هسه بدنا نفصلها اكثر، فاحنا بنعرف انه احنا بنقسم بشكل عام عندي لما نجي نحكي عن الفولنتري والانفولنتري بنحكي عن الاوتونوميك نيرفس سيستم صح والسوماتيك. الاوتونوميك اللي هو بنقسم لبارا سيمبثاليك عندي وسيمبثاليك. طيب هذولا ما بنكون احنا بيكونوا انفولنتري ما بنتحكم فيهم، والسوماتيك. طيب هسه في البارا اذا بنتذكر تمام كان لما بطلع عندي انا اللي هو البريغانجليونيك فايبر. طيب كملها فايبر تمام، بطلع منه انا اللي هو الاسيتيلكولين، بعدين البوست جانجليونيك فايبر تمام، بطلع منه برضو الاسيتيلكولين، هذا مين اللي هو الباراسمبثاليك. طيب وبيشتغل على الافكتور اورجنز باعتبار هي انا افكتور اورجن يعني، وعليه انا ريسبتور بنسميهم المسكارينيك ريسبتورز. طيب المسكارينيك ريسبتورز، اما بالنسبه للسمبثاليك فكان بطلع منه انا البري جانجليونيك، بفرز عندي انا الاسيتيلكولين، الاسيتيلكولين بربط على البوست جانجليونيك وبعطيه اوردر انه بفرز الابينفرين اللي هو اذا بنتذكره من الاندو انه هو الانميثيليتد او النون ميثيليتد الابينفرين. طيب واللي بيشتغل برضه على افكتور اورجنز طيب عن طريق انه بربط بالادرينرجيك ريسبتور زي الالفا 1 والبيتا 1 والالفا 2 هاي الاشياء اللي لهم ديستريبيوشن مخصص. شغلي انا اليوم هاي بالنسبة للأوتونوميك تمام، بالنسبة للسوماتيك واللي راح يكون شغلنا اليوم عليها. طيب هي ما إلها بري اند بوست جانجليونيك فايبرز، هو عبارة عن وان فايبر تمام، بطلع اخر اشي بنتهي بانه يفرز لي اسيتيلكولين. فانا شغلي الاساسي عندينا انا اليوم على الاسيتيلكولين اللي بشتغل على الافكتور اورجنز اللي عليهم ريسبتورز للأسيتيلكولين بنسميهم نيكوتينيك ريسبتورز تمام. هسا عندي أنا، فأنا في عندي الأوتونوميك تمام، عندي الأوتونوميك وعندي السوماتيك. شغل اليوم راح يكون أنا على السوماتيك تمام، عن طريق اللي هو الشغل على الأسيتيلكولين اللي بربط عندي أنا على الإفكتور أورجنز اللي هما مين تحديداً، هما السكيليتال ماسلز او السترياتد ماسلز. اللي هما نفسهم السترياتد ماسلز. الاسيتيلكولين بربط على ريسبتور تمام خاص فيه، الاسيتيلكولين هو ايون شانل لينكد تمام، كيف يعني معاه ايون شانل طيب اللي هي صوديوم شانل. لما بربط الاسيتيلكولين هون طيب بسمح بالصوديوم تشانل انه بدخل لجوا، عفوا الصوديوم انه بدخل عن طريق الصوديوم تشانل، لما بدخل لجوا بعمل ديبولاريزيشن. طيب الديبولاريزيشن
عندنا بفتح اللي هي الكالسيوم شانل الكالسيوم جيتد شانلز او فولتج جيتد شانلز عندنا اللي بتسمح للكالسيوم انه بدخل لجوا الخلايا. برضه بتعمل ريليس للكالسيوم من الاندوبلازميك ريتيكولم بيروحوا بيربطوا على الاكتين بيصير في اكتيفيشن للاكتين والمايوسين بيصير في عندي كونتراكشن. اذا ان الاسيتيل كولين از مينلي ريسبونسبل فور ايش؟ فور اللي هي المسل كونتراكشن. تمام. طيب هسه عشان انا بحصل على اللي هي فكره المسل ريلاكسيشن، طيب المقصود فيها السكيليتال مسل ريلاكسيشن، طيب معناته أنا مين اللي بدي أشتغل على الأسيتيل كولين. يعني أنا بما إنه الأسيتيل كولين عندنا بعمل لي مصل كونتراكشن، فبدي أنا يا إما مثلا أعمل بلوك للأسيتيل كولين، بدي أحطم الأسيتيل كولين، بدي أمنع يربط، أو مثلا أمنع يربط على التشانل على الريسبتور بالتالي ما بتفتح التشانل، ما بيصير في عندي ديبولاريزيشن، أو يعني بطرق ثانية أنا ممكن أنا أو بمنع حتى الريليس للأسيتيل كولين من أنا الجانجليون بحد ذاته. طيب انا ليش بدي اعمل مصل ريلاكسيشن؟ الفكرة في المصل ريلاكسيشن تمام اني انا ممكن استعملها اما في السيرجريز، رح تشوفوا انتم ان شاء الله لما تدخلوا على ميجر سيرجري بسنة رابعة رح تشوفوا انه المصل ريلاكسيشن يعني يعتبر او المصل ريلاكسنس بتعتبر عندينا انا يعني اشي كثير مهم. طيب نستخدمها احنا عادة في السيرجريز ليش؟ لانه انا يعني عشان اقدر انا تو اوبريت على المريض لازم تكون المسلز ريلاكسد، لانه لو ما كانتش المسل ريلاكسد فانا لما باجي بفتح للمريض تمام انا بدي بكون قادر على اني انا المسل تطاوعني. يعني لما اجي افتح ابعد المسل عن المسل تمام بدي اياها تفتح معي بحيث اني انا بتصير شكلها زي هيك تقريبا وتعمل لي اكسبوجر للاورجنز اللي تحته تحت المسلز، بحيث اني انا كسيرجن بقدر اني بحرك ايدي بمد ايدي بدون ما اضطر افتح فتحة كبيرة. ماشي؟ بالفتحة الصغيرة بتطاوعني، بصير انا بفتحها طيب بحط ايدي تحت المسل عندنا وبصل للأورجنز اللي انا بدي اياها. تمام؟ فاذا اول استخدام للمسل ريلاكسنس عادة في السيرجري، عادة بنكون بنحطها مع الجنرال انستيجيا مع او قبل بحيث انها تساعد الجنرال انستيجيا عندنا بعمليه المسل ريلاكسيشن. اذا بدنا نخوض اكثر عندنا فيها في تفاصيل عندنا استخدام المسل ريلاكسنت في السيرجري، انه احنا بنعرف انه لازم اعطي جنرال انستيجيا، وان شاء الله راح تتعرفوا على الجنرال انستيجيا واللوكال انستيجيا على الفصل الثاني بالبي ان اس. بالجنرال انستيجيا فكره الجنرال انستيجيا انها بتشتغل على السي ان اس، تعمل لي سي ان اس ديبريشن بحيث انها تعمل لي مسل ريلاكسيشن، بتوقف البين، بتوقف الكونشس عندنا، بتدخل المريض في حالة ايش؟ في حالة تشبه الغيبوبة. لكن عندنا انا لما بضطر استعمل عشان انا بعمل انهيبيشن لكل الاورجنز تقريبا او كيف نحكي ل دومينز كثيرة في الجسم، بضطر اني استخدم انستيج دوز عالية. لكن مشكلتي بالانستيجيا انها هي انها تشتغل سنترالي يعني على السي ان اس، ممكن لا سمح الله تعمل لي سي ان اس ديبريشن، والاهم منه انه تحديدا ريسبيراتوري ديبريشن. نعرف انه احنا ريسبيراتوري سنتر في المدلة ابلنجاتا، فلو رحت انا معطي دوز عاليه من الجنرال انستيجيا ممكن مريض بيدخل بريسبيراتوري ديبريشن طيب وبفقد المريض. فلذلك احنا صرنا شو نعمل انه مع الجنرال انستيجيا تمام، هسه راح اوريكم فيديو باذن الله، بندخل معها مصل ريلاكسنت. طيب المصل ريلاكسنت بيشتغل بريفرالي. شو يعني بريفرالي؟ بيشتغل على النيرفز، ما بيشتغل على السي ان اس، ما بيشتغل هون فوق، بيشتغل عندي انا هون. فايش بعمل؟ كانه سينرجايزز عندنا انا اللي هو الجنرال انستيجيا، من انه هو بحكي للجنرال انستيجيا خلص انا بدي اخذ اللي هو جانب المصل ريلاكسيشن وبشتغل عليه. انت يعني انت يا الجنرال انستيجيا اشتغلي على باقي الاشياء اللي انا كمصل ريلاكسنت ما اقدر اشتغل عليها. بهذه الطريقه نضطر انه او عفوا يعني بيصير انه احنا نقدر نقلل الجنرال انستيك دوز طيب، بحيث انه ايش بقلل انا سعيد السايد افكتس للجنرال انستيجيا. فراح تشوفوا انتم ان شاء الله لما تاخذوا سيرجري ولما تاخذوا عندنا انا بالانستيزيولوجي عندنا انه نستخدم احنا المصل ريلاكسنت بشكل اساسي مع الجنرال انستيجيا. تمام. الشغله الثانيه في التراكيال انتوبيشن، التراكيال انتوبيشن انه انا اللي هي
جبت صورة أنا، أنا هي هون. لما بيكون المريض، أنا هسه رح تشوفه إن شاء الله لما بتداومه، إنه من أول الأشياء اللي لازم تهتموا فيها هي الـ ABCs. الـ ABCs اللي هي مكوناتها الـ Airway والـ Breathing والـ Circulation. مريضك جايك على الطوارئ، أول إشي تشيك عليه هو الـ Airways إنها مفتوحة، B for Breathing إنه المريض بتنفس تنفسه طبيعي، C for Circulation إنه المريض في عنده دم بصل للدماغ، في دم بصل للأعضاء، تمام؟ طيب هسه عشان أنا أشيك على الـ Airways، احيانا المريض بيكون انا unconscious، يعني المريض مش صاحي، فانا بخاف انه صار في عنده ايش، انه الاير واي سكرت، فبضطر اني بدخل تيوب عندنا بعمليه نسميها التريكيا الانتوبيشن، لوين شايفين لحد التريكيا، او عندنا انا بصل عندي انا للتريكيا بحيث اني انا اقدر ايش ادخل الانبوب، بعدين انا بثبت هذا الانبوب بزي انا اشي بي، يعني بضغط عليه، اذا بتشوفوا بضغط عليه بدخل هواء. طيب لكن عشان انا هسه بداية ادخل التيوب هذا، تمام، لازم تكون المسلز كلهم اللي حوالين التيوب كله ياتهم ريلاكست، لانه لو كانوا كونتراكتد التيوب ما راح يدخل، بيصير بجرح عندي انا بالمسلز تبعين المريض، تبعت المريض، وما لا انا وصلت ووصلت هواء، ولا انا وغير ذلك اني عملت complications وسايد افكتس اني انا جرحت المريض بالتيوب اللي قاعد ادخله. فشو بنعمل احنا؟ نعطي مصل ريلاكسنت، عادة بيكون short acting، يعني خلال دقائق بلش يشتغل او حتى seconds، طيب، بحيث انه يعمل relaxation للمصلز في هاي المنطقة كاملة، بتصير هاي المصلز ريلاكسد، بدخل بالتويكيال انتوبيشن عندنا وببلش عندي عملية اللي هي انا يعني بضخ الهواء. طيب فعادة احنا ايش نستخدم المصل ريلاكسنس زي ما حكينا مع الجنرال انستيزيا في السيرجري وفي التريكيال انتوبيشن. طيب لهيك شغلنا الاساسي عندينا انا بيكون للمصل ريلاكسنس عندينا، تمام، انه هاي يعني المين انديكيشنز عندينا لاستخدام المصل ريلاكسنس، تمام. رجعنا اذا مرة ثانية المصل ريلاكسنس وين راح تشتغل؟ راح تشتغل لي على اللي هي الاسيتيلكولين. هسا المصل ريلاكسنس عندي انا كيف راح يكون شغلها؟ ممكن شغلها بيتم على تو ميكانيزمز، تمام، يعني هيك احنا قاسمينهم كعوائل، انه يا اما جزء راح بعمل كومبيتيشن مع عندي انا اللي هو الاسيتيلكولين، وإشي راح يكون نسميه احنا دي بولارايزنج. طيب الكومبيتيشن عندنا هما المين اللي احنا بنستخدمهم، والديبولارايزنج قليل. عادة الديبولارايزنج من الامثلة عليهم هو السكسن الكولين. طيب وعندنا انا اللي هو السكسن الكولين او له اسم ثاني بنسميه السكسن ميثانون او اشي زي هيك، مش متذكرة يعني الاسم الثاني للسكسن الكولين والسكسن الكولين. بدي أشرح لكم عمل السكسن الكولين بالأول عشان نقدر نفهم عمل الكومبيتيشن. السكسن الكولين كستركتشر هو بتشابه مع الأسيتيلكولين، هو عبارة عن تو أسيتيلكولين مرتبطات ببعضهم. طيب لما بنعطي أسيتيلكولين وهو شورت أكتنج عندنا، بيجي أنا على الريسبتور، طيب بما أنه هو فيه أسيتيلكولين فالريسبتور عندنا إيش ماله؟ رح يقبل الأسيتيلكولين، عفوا رح يقبل السكسن الكولين وبربط فيه. لكن السكسن الكولين هو عبارة عن 2 أسيتيلكولين مولكيولز، فلما يجي يربط على الريسبتور رح يعمل فيه شوية ديفورمتي، يعني بغير شكله. لكن إجمالا شو رح يعمل؟ رح يربط عندينا أنا، يرتبط عندي على الريسبتور، بفتح قنوات اللي هي الصوديوم، بيصير في إنفلكس للصوديوم. طب ما إحنا حكينا لما بربط الأسيتيلكولين كمان أو السكسن الكولين راح يصير في انفلوكس للصوديوم، راح يصير في انا كالسيوم، يعني انفلوكس بول كونتراكشن، معناته انا ما حققت وظيفتي اللي هي او هدف المصل ريلاكسيشن اللي انا بدي اياه. الفكره وين تكون؟ انه في الديبولارايزنج، تمام، ايجنسي السكسن الكولين، تمام، اللي راح يصير انه السكسن الكولين راح يعمل كونتراكشن ورا بعضه للعضله لحد ما العضله بيكمز exhausted، يعني العضلة بتدخل ايش تتعب. راح تشوفوا انه السكسن الكولين لما بنعطي يعمل اول اشي فازيكوليشن. شو يعني فازيكوليشن؟ يصير في تويتشنج بالعضلة، يعني العضلة تنقبض، بعدين من كثر التعب تدخل برفراكتوري بيريود طويلة، prolonged refractory period،
تمام، بتبطل بعدها ايش تنقبض. فشو يصير عندي انا؟ ريلاكسيشن. اذا هاي هي فكره الديبولارايزنج ايجنتس، انهم بيدخلوا بيعملوا ديبولارايزنج شديد للعضله بينتهي بمصل ريلاكسيشن. ومن الامثله عليها هو السكسين الكولين، نستخدمه في التراكيال انتوبيشن تمام، وبعمل لي انا اول اشي فيزيكوليشنز طيب بالعضله، راح اوريكم برضو جبت فيديو بيعمل اول شيء فيزيكوليشنز بالعضله، بعدين العضله تتعب ايش بيصير تدخل في حاله ريلاكسيشن تمام. طبعا زي ما حكيت لكم لانه السكسين الكولين هو عباره عن اثنين اسيتيل كولين مع بعضهم، راح يعملوا لي ديفورميتي في اللي هي في الريسبتور، فبيعملوا زي ايش بنسميه ديسنسيتايزيشن للريسبتور، انه حتى لو يفك الاسيتيل كولين عن الريسبتور، الريسبتور بحد ذاته تمام صار شكله شوية deformed. كيف يعني deformed؟ بطل يقدر يربط بالأستيلكولين، يعني لو رجع الأستيلكولين يربط مرة ثانية في الريسبتور ما رح يقدر. ليه؟ لأنه زي يعني غير شكله، فشوية يعمل إنه حتى يعني الإفكت تبعه اللي هو المصل ريلاكسيشن بيظل يعني فترة بعد ما السكسين الكولين بحد ذاته يفتك من أو يفك عن الريسبتور. طيب فبعمل لي اللي هي المصل ريلاكسيشن تمام. اذا هو السكسين الكولين له تو عندنا فيزز، اول اشي انه راح يعمل مصل فيزيكوليشنز يعني كونتراكشنز، بعدين يعمل لي انا ريسبتور ديسنسيتايزيشن، انه انا ايش صار في عندي الريسبتور والعضله بطلوا يستجيبوا للاسيتيل كولين ودخلوا بريفراكتوري بيريود، فدخلوا في حاله مصل ريلاكسيشن تمام. هسه بدي اوريكم الفيزيكوليشنز للسكسين الكولين اللي هو ديبولارايزنج ايج تمام. شايفين هون اللي هي منطقة ال هاي المنطقة، هن أول ما أعطينا سكسين الكولين شو راح يعمل؟ راح يعمل فيزيكوليشنز، يعمل كونتراكشنز. ليش؟ لأنه راح يخلي أنا صوديوم إنفلكس، يصير في كونتراكشن بالعضلة، بعدين راح تشوفوا إنه بعد فترة العضلة راح توقف تنقبض، تدخل بحالة ريلاكسيشن. ليه؟ لأنه عندنا صار لها إكزوستشن، يعني صارت أنا إكزوستد العضلة بحد ذاتها تمام. طيب هاي فكرة الديبولارايزنج ايجنتس. هسا هاي يعني احنا السكسين الكولين نستخدمه بس مش كثير، اللي راح نحكي عنهم اكثر اللي هم الكومباتيتيف. الكومباتيتيف عندنا انا ايجنتس او اللي هم النون ديبولارايزنج. شو يعني؟ ما راح يشتغلوا زي السكسين الكولين، ما راح يعملوا لي ديبولارايزيشن، بالعكس على اللو دوزز تمام. هاي الايجنتس اللي هسه راح نذكر اسمائهم بيجوا ايش بيعملوا عندنا؟ بتنافسوا مع الاسيتيل كولين عندنا وبيرتبطوا على الريسبتور طيب، وبمنعوا ارتباط الاسيتيلكولين على الريسبتور، بيعملوا ايش يعني بلوك للاسيتيلكولين اكشن بحد ذاته، يعني هما يتنافسوا مع الاسيتيلكولين. هذا ايش على اللو دوزز. طيب ف يعني في بيناتهم يعني كومبيتيشن بين الاسيتيلكولين والنون ديبولارايزنج ايجنتس تمام، او الكومبيتيتيف ايجنتس، انه انا اللي تركيزه اعلى هو اللي يربط. صح احنا قاعدين نحكي انه انا الايجنت هذا الدواء بدي اعطيه بلو دوز، لكن هاي اللو دوز هي لو بالنسبه لإلي لكنها هاي بالنسبه للاسيتيلكولين، فراح تتغلب على الاسيتيلكولين وتعمل معه ايش يعني تغلبه عندنا وتمنعه انه يربط على الريسبتور. على الهاي دوزز راح تعمل بلوك للتشانل بحد ذاتها تمام، يعني تبطل برضو تتنافس على الاسيتيلكولين، لا التشانل نفسها بحد ذاتها تعمل لها بلوك. طيب يعني هاي شايفين الصوديوم تشانل نفسها تعمل لها بلوك عندنا وتمنعها انها تشتغل. اذا على عندي على اللو دوزز وعندي على الهاي دوزز. طيب هاي الايجنتس تمام اللي هي الكومبتيتيف ايجنتس، اول ما بدات تمام بدات من عندنا انا ايجنت او دراج بنسميه دي توبوكوارين. هذا التوبوكوارين تمام بطلنا نستخدمه كثير، هذا اصلا يعني مستخرج من نبته نسميها الكورير. هاي النبته لقوا انه زمان كانوا يستخدموها السكان الاصليين تمام، بانهم بيجيبوا بنسميها بيستخدموه في البويزند اروز. شو يعني؟ كانوا بيجيبوا السهام تمام، سهام خشبية طيب اللي بيستخدموها لصيد الحيوانات، وزي زي دبت في التوبوكوارين يعني بيحطوها في التوبوكوارين بيطلقوها على الحيوانات تمام. في لا شو حيوانات وسمت صوت انسان اوكي،
بطلقوها على الحيوانات لما بتصيب الحيوان، تمام؟ ايش تعملوا؟ تعملوا مصل ريلاكسيشن، فالحيوان اللي بدهم يصطادوه يبطل يوكل، فبايش بيصير عليهم سهل انه بيسيبوا مصل ريلاكسيشن، يسيبوا فلاسيد باراليسيس، المصل تدخل بي عندنا حاله ارتخاء فما ببطل يقدر يتحرك، فبيصير سهل انهم ايش بيصطادوا عندي انا الحيوان. هذا التوبكوارين، تمام؟ إذا بلكي برودكت، كيف يعني بلكي برودكت؟ هو يعني كومباوند عندنا كبير، حجمه كبير، وفيه عندنا أنا أمينو جروبس. هسه هاي الأمينو جروبس، تمام، وجود هاي النيتروجين جروبس عندنا تمنع امتصاصه من الجت، تمنع امتصاصه من الأمعاء، تمام؟ ليش؟ لأنها بلكي ما تقدر تمر عن طريق الانتستينال ميمبرين. فالطريقة الوحيدة لإعطاء التوبوكوارين والكمبتيتيف ايجنتس، لأنه كلياتهم مشتقين من التوبوكوارين، تمام، هو يا إما عن طريق الاي في أو عن طريق الانتراماسكولر. فراح تشوفوا إنه أنتوا لما بتحضروا فيديوهات فيديوهات يعني بيوضح لك فيها طريقة عمل الأنستيجيا، أو مش طريقة عملها، الأدمنستريشن أوف أنستيجيا، راح تلاقوا إنهم قاعدين بيدخلوها عن طريق إبر في عندنا تيوب. يعني مش انه انا حكوا للمريض انه اعطوه كتابلتس وقبل العملية وهي تصير تعمل مفعولها، لا، هي فقط اما اي في او انتراماسكولار. ليش؟ لانهم بلكي برودكتس، ما لا يمكن عندنا امتصاصه من الانتستنس، تمام؟ لهيك عندنا كانت الفكرة بالسهام، انه لما يحطوها على السهم، السهم راح يخترق بوث عندنا انا انتراماسكولارلي وانترافينوس، فبتكون يعني الادمنستريشن روت برو ماكس يعني، فبيصير وصول الدواء لسيركليشن تبعت الحيوان سريع جدا، فبسرعة يحدث تأثير انه الحيوان بمر بحالة عندنا انا فاسد باراليسيس، تمام؟ هسا من لكن التوبكوارين وجدوا انه هو يعني هايلي توكسيك، يعني عنده سايد افكتس كثير، فحكوا بدنا نشتق منه أدوية بتكون سايد افكتس اللي إلها أقل، نفس فكرة الستركتشر، لسه راح يضل فيهم الأمينو جروبس عندنا، لسه راح نضل نعطيهم انترافينوس وانتراماسكولار، لكن ما راح تكون عندي أنا يعني زي التوكسيسيتي تبعت التوبوكورين، تمام. هاي الدرجز عندنا أنا يعني هم الأترا كوريو، وانا بحفظهم كيف بحكي، بان وو في كورونيوم، كورونيوم مش عارفه اذا سبيننج صح ولا لا، بس يلا كورونيوم، هنا كوريوم وهنا كورونيوم، اللي هو انا كيف بحكي بان كورونيوم وو كورونيوم والفي كورونيوم، بس انا هيك بحكي بان وو في كورونيوم، اللي هي يعني بجمع الثلاث ادويه، تمام. هذول ايش مالهم؟ نفس الفكره، لهم اماين عندنا جروبس ما بنقدر بلكي، ما بنقدر نعطيهم عندنا كتابلتس، لازم يا اما اي في يا اما انتراماسكولار، لكن بشكل عام السايد افكتس اللي لهم اقل من التوبوكورونيوم او عفوا التوبوكورين عندنا انا، بنقدر نستخدمهم عندي في مع الجنرال انستيزيا او فور ذا تريكل انتيبيشن. الفكره وين كانت؟ هسه نجي على الاتراكوريوم، الاتراكوريوم لقوا انه السايد افكتس اللي له شوي لساتها قويه، كان بيعمل لي هيستامين ريليس، تمام، ومشكلتي بالهيستامين انه بيصير يعمل لي زي الانافيلاكتيك شوك. طيب والشغله الثانيه انه لما يصير له ميتابوليزم ما بينتهي عمله، بالعكس يتحول لتوكسيك كومباوند بنسميه احنا الليدو، او دقيقه اتاكد لكم من الاسم، هي اللودانوساين، تمام. شو فكرة اللودانوساين؟ تمام، انه هو بيمر عن طريق البلود برين بارير، تمام، لما بعبر البلود برين بارير، تمام، بربط عندي على ريسبتورز خاصة جوا البرين، بيصير بروفوكينج لسيجرز، يعني بيصير بعمل سيجرز. وحسب يعني انا ذاكرتي، تمام، انه احنا لما اخذناه على دورنا كان انه ما بنعطيهوش للابيليبتيك، اي يعني الناس اللي معهم ابيليبسي ما بنعطيهم عندنا الاتراكوريوم، لانه ممكن جد بروفوكس السيجرز، تمام. اذا الاتراكوريوم مشكلتي معه انه الهيستامين ريليس، فلو جابوا لكم ايش هو المصل ريلاكسنت اللي بيعمل هيستامين ريليس والاتراكوريوم. مشكلتي الثانيه معه انه ما بنعطيه للابيليبتيك بيشنتس، لانه ايش التوكسيك ميتابولايت اللي له اللودانوساين، تمام، ايش مشكلته؟ بروفوكس السيجرز، لانه يعني بيمر عن طريق البلود برين بارير عندنا وبيعمل لي هاي الافكتس. فاستبدلناه بالسيفر اوبشن بنسميه السيس اتراكوريوم.
السيس أترى كوريوم عندنا ما عنده الإفكتس اللي عند الأترى كوريوم. الميزة الموجودة في الأترى كوريوم عندنا والسيس أترى كوريوم أو لا خليها لبعدين، فيهم ميزة بدي أحكيها بعدين فيما يتعلق بالديجريديشن اللي لهم. البان روفي اللي هما البان كورونيوم والرو كورونيوم والفي كورونيوم بتميزوا عندنا انهم ما عندهم السايد افكتس تبعت الهيستامين ريليس والبروفوكينج للسيجرز، لكن البان كورونيوم له شغلة معينة لازم نعرفها انه هو فاغوليتك. شو يعني فاغوليتك؟ بمعنى انه هو بيشتغل عكس الفيغاس نيرف. نعرف انه الفيغاس نيرف له عندنا برانش بيروح على الهارت وبيشتغل على المسكارينيك ريسبتورز بيعمل لي براديكارديا. فاذا هو فيغوليتك بمعنى بيوقف عمل الفيغاس نيرف متوقع انه يعمل لي تاكيكارديا، هاي مهمه جدا. طيب فلو اجى سؤال وبيجي سؤال انه المصل ريلاكسنت اللي بيعمل لي تاكيكارديا خلوها بالبال انه البان كورونيوم. الرو كورونيوم تمام ايش فكرته؟ انه هو شورت اونست. شو يعني شورت اونست؟ بيشتغل سريع جدا خلال 1 مينيت، بيشتغل خلال دقيقه واحده من الادمنستريشن. يعني انا لو بدي اعمل تراكيال انتوبيشن بسرعه عندي في الامرجنسي روم تمام او في الامرجنسي ديبارتمنت بسرعه بقدر عندي انا بس اعطي رو كورونيوم. وحوريكم فيديو بيعملوا تراكيال انتوبيشن لمريضه تمام مضطرين يكون سريع فعملوا لها ادمنستريشن لرو كورونيوم لانه اسرع من الباقيه. عن نفسي انا كيف كنت بحكي؟ كنت احكي هنا شورت او ار، هنا ار او، بس انه فرق ترتيب الاسماء. رو كورونيوم شورت اونست، اونست وليس شورت، مش شورت اكتنج. هما يعني شورت اكتنج بس يعني الفكره هون بالاونست انه بدء العمل تمام. وفي عندي انا الفي كورونيوم، هما تقريبا يعني كم خمس يعني ادويه، بس هذول هما ادويه المحاضره اللي هما الاترا كوريوم اللي استبدلناه بالسيس اترا كوريوم عشان السايد افكتس، والبان وفي كورونيوم تمام. هذول هما الديبولارايزنج ايجنتس اللي كيف بيشتغلوا لنا على اللو دوزز راح يعملوا بلوك للاسيتيلكولين بحد ذاته عن طريق الكومبيتيشن، على الهاير دوزز راح يصيروا بيشتغلوا عندي على نوت بلوك الريسبتور بحد ذاته وبلوك الايون شانل بحد ذاتها تمام. هسا لو بنرجع عندي انا للاسيتيلكولين قبل الادويه، حكينا انه الاسيتيلكولين تمام انا في السوماتيك عندنا يعني جزئية السوماتيك انه بيصير له افراز طيب، بيشتغل على افكتور اورجنز اللي هم السكيلتال ماسلز تحديدا من خلال ارتباطه بالنيكوتينيك ريسبتورز. لو جينا للقصة ما قبل نعرف انه احنا ايش عندي، احنا بنتذكر من ايام التوجيه انه انا بس بصل السيال العصبي راح يصير في اوبننج ذا الكالسيوم الفولتج جيتد كالسيوم تشانلز، كالسيوم تشانلز تدخل تعمل عندنا انا ريليس للنيورو ترانسميتر فيزيكلز اللي هم الاسيتيلكولين صح. معناته أنا وجود عندي الكالسيوم مهم لعمل الأسيتيلكولين. إذا تواجد الكالسيوم الأسيتيلكولين راح يتم إفرازه، راح يرتبط على الريسبتورز وإيش يعمل لي مصل ديبولاريزيشن ومصل كونتراكشن. معناته أي إشي بيعمل لي بلوك للكالسيوم إيش ماله؟ شو متوقع منه إنه بيعمل لي بلوك للكالسيوم؟ متوقع منه إنه يقلل لي الأسيتيلكولين وبالتالي ما راح يصير في مصل contraction، بالتالي راح انا ايش يصير في عندي مصل ريلاكسيشن. فتخيلوا لو انا ما اعطي شيء يعني بعمل بلوك للكالسيوم شانلز اضافه للمصل ريلاكسنت اللي هم يا اما البان كورونيوم او اللي هم البان روفي كورونيوم او مثلا سيس اترا كوريوم، فراح يصير في سينرجستيك افكت صح للمصل ريلاكسيشن. من بينهم يا اما اعطي، لو اعطيت انا كالسيوم شانل بلوكر ممكن عندينا انا يعمل سينرجستيك افكت شانل بلوكر، او في عندي اللي هم الامينو جلايكوسايدز زي الجينتامايسين والتوبرامايسين هاي الاشياء. طيب الامينو جلايكوسايدز تمام، فهذول ايش بدي احط بالبال؟ انه لو كان مريضي انا بدي اعمل له مصل ريلاكسيشن كنت معطي انا كالسيوم شانل بلوكر، شو متوقع انه يصير في سينرجستيك افكت للمصل ريلاكسيشن؟ لو كان مريضي على امينو جلايكوسايدز بدي اعطي مصل ريلاكسنت، فانا لازم احط في بالي انه راح يصير في سينرجستيك افكت على المصل ريلاكسيشن تمام. هاي اول جزئيه بدنا نعرفها. الشغله الثانيه انه احنا فيسيولوجيكلي الاسيتيلكولين تمام الجسم ما بده يضل في عندي سستيند انا مصل ريلاكسيشن عفوا مصل كونتراكشن، ب
بوجود الاسيتيلكولين نورمالي، انا ما بدي اعمل مصر ريلاكسيشن نورمالي، انا الاسيتيلكولين ما لازم يضل رابط على الريسبتور تمام، وبيعمل لي مصر كونتراكشن لانه راح ايش، راح يتعب لي العضله. فالطبيعي انه انا في عندي بالتشو عندي اسيتيلكولين ستريس اسيت شو وظيفته؟ وظيفته انه بيروح لي على الاسيتيلكولين وبعمل ديستركشن للاسيتيلكولين تمام، وايش يعني بيقلل من كميته في منطقه الشق اللي هو التشابك العصبي، عشان ايش؟ عشان بيوقف لي انا المصل كونتراكشن. فالاسيتيلكولين ستريس شو راح يعمل؟ الاسيتيلكولين ستريس راح يعني يحطم الاسيتيلكولين. هسه فلو اعطيت اسيتيلكولين ستريس انهيبيتور تمام، شو راح يصير؟ بيوقف الانزيم المسؤول عن تثبيط او تحطيم الاسيتيلكولين، بالتالي راح تزداد نسبه الاسيتيلكولين. وهاي متى نستعملهم هذول الاسيتيلكولين كولينستريز انهيبيتورز؟ نستخدمهم انه انا بعد ما المريض اكون اعطيته مع الجنرال انستيزيا، اعطيته مصل ريلاكسنت، خلص بدي اعمل له انا، راح تشوفوا انتم ان شاء الله على الفصل الثاني انه الجنرال انستيزيا متكونه من ثلاث فيزز. اول فيز اني انا بدي اعطي الجنرال انستيزيا، بعدين بدي اعمل لها مينتيننس، بدي اياها تظلها شغاله عشان المريض ما يصحى معي بالعمليه، بعدين يدخل المريض بحاله ريكفري بحدود تقريبا 6 ساعات بعد العمليه، يظل دكتور التخدير يتابع المريض ويعمل له افاقه. من بينها انه احنا لازم بعطي المريض مجموعه ادويه، من بين هاي الادويه ادويه تعمل عكس الجنرال انستيزيا وادويه تعمل عكس مصل ريلاكسنت اللي اعطيته مع الجنرال انستيزيا. شو هم هذولا؟ اذا انا عشان اعمل مصل ريلاكسيشن عملت بلوك للاسيتيلكولين، معناته عشان اعمل افاقه برجع اللي هم المصلز يشتغلوا بدي اسيتيلكولين، فبروح عامله ديستركت يعني انهيبيشن عفوا للاسيتيلكولين ستريز من خلال سيرتن انهيبيتورز زي النيوستيجمين والفيزوستيجمين وال اللهم صل على سيدنا محمد ادروفونيوم كانه الاسم هي الادروفونيوم تمام. فهاي نستعملها متى؟ بعد ما اكون خلصت السيرجري وانهيت خلص، بدي انا ايش اوقف عمل الجنرال انستيجيا، اعطيها ادويه مخصصه، بدي اوقف عمل المصل ريلاكسنت، بدي اعطي اسيتيلكولين ستريس اللي كان مسؤول انهيبيتورز الاسيتيلكولين مره ثانيه. الاسيتيلكولين ستريس عفوا كان مسؤول عن تحطيم الاسيتيلكولين، هسه انا بدي اوقفه، بدي ازيد نسبه الاسيتيلكولين عشان يرجع يشتغل، فاعطي انهيبيتورز زي النيوستيجمين مره ثانيه، زي النيوستيجمين فيزوستيجمين بايروستيجمين والادروفونيوم تمام. هاي بالنسبه للي هي الاسيتيلكولين ستريسز تمام، انهيبيتورز طبعا تمام. نقطه ثالثه فيما يتعلق ب انا الاشياء اللي تشتغل على او يعني بتاثر عمل المصل ريلاكسنس اللي هم الشيء بنسميه احنا الهالوجينيتد هيدروكربون عندنا انستريكس طيب، او نعم الهيدروكربون انستريكس زي اللي هو الديسفلورين. طبعا الديسفلورين عندنا برضه راح تشوفون ان شاء الله في الجنرال انستيجي على الفصل الثاني. الديسفلورين عندنا انا فلورين بتكون عندي انا من اسمه هو هالوجينيتد فيو انا فلور طيب. فكرته انه يعمل مينتيننس عندنا في الجنرال انستيجيا، شو يعني يعمل ستيبلايزيشن عند للدواء على النيوروماسكولار جانكشن؟ يعني انا لما اعطي مصل ريلاكسنت بدي اياه ايش مثلا يعمل بلوك للاسيتيلكولين على لو دوز، او على هاي دوز بدي اياه يعمل يوقف لي الايون تشانل بحد ذاتها، مش يصير كومبتيتيف على الاسيتيلكولين، بدي اياه يوقف التشانل بحد ذاتها. فاعطي معها ديسفلورين، الديسفلورين بيعمل مينتيننس عندنا وستيبلايزيشن للاكشن تبع المصل ريلاكسنت. فشو بيصير؟ انا برضو سينرجستيك افكت على عندنا انا المصل ريلاكسنت تمام. اذا هيك احنا بنكون حكينا عن ثلاث شغلات طيب لها تاثير، سواء كان سينرجستيك او عندنا انا تطبيقي للمصل ريلاكسنت. اللي بيزيدوا عملهم كان هم الكالسيوم شانل بلوكرز والامينو جلايكوسايدز، انهم راح يوقفوا الكالسيوم، بيوقفوا ريليس تبع الاسيتيلكولين، بيقللوا عندنا نسبته في هاي المنطقه، بالتالي بيقلل الكومبيتيشن تبعت الاسيتيلكولين مع المصل ريلاكسنت، وبالتالي يزيد عمل المصل ريلاكسنت
الشغلة الثانية اللي بتزيد عمل المصل ريلاكسنت الدوسفلورين اللي هو ايش مرة ثانية الهالوجينيتد هيدروكربون انستريك عندنا او من الانستريكس هذولا اللي برضو نفس الشيء بيعملوا ستابلايزيشن للدرج عندي في على النيوروماسكولار جانكشن اللي هي هاي المنطقة. تمام، لما بيعملوا الستابلايزيشن عندنا بسمحوا بي عندي انا انه الدواء المصل ريلاكسنت عندنا بيشتغل اكثر. اللي بمنعوا عندنا او هم بيعاكسوا عمل المصل ريلاكسنت وقلنا نستخدمهم في فترة الافاقة اللي هم الاسيتيل كولينستريز انهيبيتورز اللي بيوقفوا الانزيم المسؤول عن تحطيم الاسيتيل كولين، وبالتالي راح يزداد عندي انا نسبة الاسيتيل كولين، برجع انا بعمل كومبيتيتيف افكت على المصل ريلاكسنت، بفك المصل ريلاكسنت وبربط هو برجع يعمل لي كونتراكشن للمصلز، برجع المريض بدخل في مرحلة الافاقة. تمام، هسه لو بنرجع عندنا نعمل هيك زي سكانينج للتفريغ يعني راح نشوف انه هم برضو نحكي لهم انا المصل ريلاكسنس، نحكي لهم النيوروماسكولار بلوكينج ايجنتس. طبعا ليه؟ لانهم بيشتغلوا على النيوروماسكولار جانكشن اللي بتكون عندي انا هي هاي المنطقه حسب رسمتنا اللي هي هاي المنطقه اللي هي الجانكشن ما بين النيورو مع عندنا النيورون عفوا مع اللي هي المصل، فبرضو نعتبرهم نيوروماسكولار اللهم صل على سيدنا نيوروماسكولار بلوكينج ايجنتس. طيب بلوك الكولينرجيك ترانزميشن بين الموتور نيرف اندينجز والنيكوتينيك ريسبتورز على السكيليتال ماسلز عندنا. they act as either antagonists زي اللي هم النون ديبولارايزنج تايب اللي هم ايش زي حكينا عنهم البانروفيكورونيوم او اللي هم الاتراكوريوم او السيس اتراكوريوم، والاغونيستس اللي هم الديبولارايزنج ايجنتس زي السكسينالكولين. طيب زي ما حكينا هم بنستخدمهم في السيرجري عشان برضو مع التراكيال انتوبيشن بيصير provide complete muscle and to provide a complete muscle relaxation مع lower anesthetic doses، وساعتها انا بيخف عندي side effects تبعت الانستيجيا. مهم انه نعرف ان هم شغلهم بريفرال يعني بيشتغلوا على البريفرال نيرفز تمام، مش على سنترال يعني ما لهم دخل بالبين and consciousness. هذا الاشي من يعني وظيفة الجنرال انستيجيا، هو فقط باخذ من الجنرال انستيجيا فكرة اللي هي المصل ريلاكسيشن، بالتالي ما بنقدر يكونوا بدال الجنرال انستيجيا، ما بيكونوا سبستيتوت للجنرال انستيجيا، سبستيتينتس للجنرال انستيجيا. تمام، هاي اول نوع اللي هو النون ديبولارايزنج، حكينا انه هم اول واحد اللي هو التوبوكورارين تمام، لكن كان له هاي انسيدنس اوف سايد افكتس، فصرنا نستخدم السيس اتراكوريوم بدل الاتراكوريوم والبانروفيكورونيوم. تمام، لهم they increase the safety of anesthesia بشكل عام على low doses they competitively block الاسيتيلكولين بحد ذاته عن نيكوتينيك ريسبتور، بالتالي prevent depolarization. تمام، على higher doses they block الايون channel بحد ذاته، يعني على low doses بيشتغلوا هون على الريسبتور تمام، على higher doses بيصيروا they block عندنا channel بحد ذاته. تمام، ونعرف انه حكينا انه انا في عندي الاسيتيلكولينستريز المسؤول على انه على تحطيم الاسيتيلكولين، وبالتالي عندي انا يعني هو بحد ذاته الاسيتيلكولينستريز يعمل لي مصل ريلاكسيشن. لو انا بدي اعمل افاقه لازم تمام، فلو بدي اعمل افاقه لازم اعطي انا انهيبيتور للاسيتيلكولينستريز عشان ارجع ارفع نسبه الاسيتيلكولين عشان يرجع يتنافس مع المصل ريلاكسن، فبدي اعطي مثلا نيوستيجمين او الادروفونيوم تمام، بالتالي بيشورتن عندنا ذا دوريشن اوف نيوروماسكولار بلوكج. هسا بالنسبه للهاير دوزز عندنا لما بدنا نعطي عندنا اسيتيلكولينستريز انهيبيتور راح تلاقوا انه بده وقت يشتغل وبده دوزز اعلى، لانه بتكون انا على الهاير دوزز للبلوكينج ايجنتس بتكون عامله تاثير اكثر، فعشان اعكس هذا التاثير بدي دوزز اعلى من الاسيتيلكولينستريز انهيبيتورز او بدي وقت اكثر. تمام، طيب لكن مهم شغله مهمه نعرفها انه انا مش كل المرضى راح يسوي لهم ريلاكسيشن نفس اللحظه. تمام، انا بنشوف هنا هاي الجمله انه not all muscles are equally sensitive to the blockage by the competitive agents،
عادة احنا الاوردر اللي بيسوي لهم ريسبونس للمصر ريلاكسنت، اول اشي نبدأ في السمول rapidly contracting muscles of the face زي muscles of the eye. اول اشي راح تلاقي انه المريض يتخدر في وجهه، بعدين الفينجرز راح تلاقي انه الفينجرز بيصير ascending، بيحس المريض انه اصابعه تخدروا، بعدين راح يحس انه اللمس اللي هي الاطراف، بعدين النك، اخر اشي الترنك انه اللي بصل فيه انه انا الانتركوستال مسلز، واخر عضلة هي الديافراج، تمام، عضلة الحجاب الحاجز. لكن لما ندخل في وضع الافاقة راح نلاقي انه there's a reverse manner، يعني بيشتغلوا او بيرجعوا يسووا لهم افاقة in a reverse manner، يعني الديافراج كانت اكثر وحدة resistant للمسل relaxant، بالتالي هي راح تكون اول وحدة ترجع تشتغل، تمام. فبرجع بشتغل انا ترتيبهم الديافراغم، بعدين الانتركوستال ماسلز اللي هم بالريسبيريشن، بعدين الترنك، النك، اخر اشي بتلاقي المريض لما بدخل انه اخر مراحل فترة الافاقة بيصير يبلش يحرك اديه، لكن لسه وجهه مش كثير، اخر اشي بفتح عيونه، تمام. ليش؟ لانه اول اشي عمله هو سكر عيونه، انه خلص عيونه ووجهه بطلوا يتحركوا. فاخر اشي في مرحلة الإفاقة بيكون إنه المريض بيفتح عيونه، بس بصير بحكي إنه خلص أنا وصلت يعني دوزز للمصل ريلاكسنت قليلة، يعني صارت قليلة، التأثير اللي لها قليل، تمام. طيب أوكي، فحكينا إنه not all new muscular blocking agents are absorbed من الجلد. ليش؟ لأنه فقول حكينا إنه عندهم شايفين هيهم bulky products، عندنا ما بنقدر إحنا بيصير لهم امتصاص من الجلد، فبدنا يا نعطيهم intravenous يا إما intramuscular، تمام. ظل في نقطة أخيرة بنشرحها اللي هي فكرة ال termination اللي هي الأكشن. لو أنا ما بدي أستخدم acetylcholinesterase inhibitor، يعني أنا هون ما بدي أستخدم acetylcholinesterase inhibitor، ما يعني بدي يعني يصير له إفاقة بدون ما أنا أتدخل. الفكرة بتصير إنه هاي ال اللهم صل على سيدنا محمد، هاي الايجنتس، تمام، بعد ما تفتك عن اللي هي عن الريسبتورز، طيب تدخل في مرحله بنسميها او في حاله فيز بنسميها ريدستريبيوشن. شو يعني؟ انا اول ما اعطيتها انترافينوس او انترامسكولر دخلت بالسيستميك سيركيليشن، راحت مباشره ربطت على الريسبتورز الخاصه فيها على السكيليتال ماسلز، اشتغلت شغلها، عملت لي مصل ريلاكسيشن. الان بدها ايش؟ بدها تفك، خلص الافينيتي بينها وبين الريسبتور قلت، فراح يعني البوند خلص يعني تتفكك بيناتهم، فيرجع هذا الدواء بدخل عندي في السيستميك سيركيليشن، تمام، وبيصير له ريدستريبيوشن انتو ايش other than the effector organs. شو يعني؟ ما بيروح على السكيليتال ماسلز، بيروح على الليفر، بيروح على اللهم صل على سيدنا محمد، بيروح على الكيدنيز. هذول فيهم انزيمز ماشي بيعملوا كتابوليزم للدواء، تمام، وبيفككوا الدواء عندينا انا، وبنزل الدواء عندي انا، وبنتهي المفعول اللي له. فاذا التيرمينيشن لو انا ما بدي اعطي السيكونستيز انهبيتور لهاي الادويه بيكون عن طريق الريدستريبيوشن، لانه ريدستريبيوشن بيعتمد على الانزيمز اللي للليفر والكيدني. لذلك لو مريضي عنده ليفر اند رينال فيلير او ليفر او رينال فيلير، عندنا التيرمينيشن للدواء راح يتاثر. مين اللي حكيت لكم نرجع لهم بنقطه هي حكيت لكم نرجع لهم بعدين، اللي هم الاتراكوريوم والسيس اتراكوريوم، هذول ما بتاثروا، ما بيصير لهم ديستركشن او تيرمينيشن بالرينال والليفر انزيمز، تمام. هذول بيصير لهم destruction وين؟ في البلازما. في البلازما في عندي انزيم نسميه السودو كولينستريز، طيب، مش الموجود في التشو اللي حكينا عنه قبل شوية نسميه التشو كولينستريز، لا، سودو عندنا كولينستريز. ايش ماله هذا؟ بيعمل destruction للأتراكوريوم والسيس أتراكوريوم، تمام. ما بضطر ساعتها اني انا بغير الدوز او بخاف لو مريض عنده رينال او ليفر فيلير، لانه ما راح اصلا يعني ما راح يروحوا على الكيدنيز او على الليفر، انما راح يصير لهم ديستركشن في البلازما. فلو مريضي، تمام، عنده انا ديجري اوف رينال فيلير او عنده انا ليفر فيلير او رينال فيلير، شو السيفست اوبشن اني انا اعطيه؟ يا الاتراكوريوم يا السيس اتراكوريوم. لكن احنا برضو اتفقنا انه السيس اتراكوريوم يعمل لي هيستامين ريليس وكروسز ذا بلود برين بارير، فممكن انه يعمل لي سيجرز. لذلك مين يظل السيفر اوبشنز اللي انا بعطيه؟ اللي هو السيس
اتركوريوم. تمام. فلو قلنا انه مريضي عنده رينال فيلير او في عنده انا اللهم صل على سيدنا محمد ليفر فيلير عندي انا شو ذا سيفست اوبشن السيس اتركوريوم، لانه باقي الادويه اللي هي زي اللي هم البان روفيكوريوم كورونيوم عفوا لازم ريديستريبيوشن لهم انه يسوي لهم تيرمينيشن في الليفر او الكيدنيز. تمام. لو شو طب اي دواء بيعمل لي انا تاكيكارديا اللي هو البان كورونيوم، شو الدواء اللي هو شورت اونست اوف اكشن عندنا انا اللي هو الروكورونيوم. تمام. طيب فاذا حكينا عن فكره الريديستريبيوشن ايش كمان. طيب هي الاتركوريوم بيعمل لي هيستامين ريليس، بيعمل لي عندنا انا بيطلع لي هذا التوكسيك كومباوند اللي هو اللودسونال اوكي خلاص ما حافظ الفض اسمه. تمام. اللي هو بروفوكس السيجرز فاستبدلناه بالسيس اتركوريوم. تمام. شو الاشي المميز فيهم انهم ما بيصير لهم ميتابوليزم، بيصير لهم ميتابوليزم عفوا بالدم بشكل تلقائي دون هي مش دون الحاجه لانزيمات. هي الفكره انه الانزيم اللي مسؤول عن الدستركشن اللي لهم موجود في الدم اسمه السودو كولستريز. تمام. فبالتالي لو انا مريضي سيفيرلي ال او على ميكانيكال فنتليتر عندينا انا يعني ما او عنده عفوا رينال فيلير او عندنا ليفر فيلير بقدر اعطيه وانا متريحه. تمام. ما بخاف يعني ما احتاج اني اقلل الجرعه، هذا المقصود فيها. قلنا البان كورونيوم مشكلتي معه انه فاجوليتك فممكن بعمل تاكيكارديا. الرو كورونيوم مشكلتي معه انه في الشورت اونست اوف اكشن، او عفوا مش مشكلتي معه، الاشي المميز فيه انه له شورت اونست اوف اكشن. طيب من ناحيه الدراج انتراكشنز حكينا عن كونستريز انهبيتورز اللي هم النيوستيجمين والفيزوستيجمين والبايريدو والادروفونيوم، وان انا كيف ممكن استعملهم في لما في وضع الافاقه لو انا بدي اعمل افاقه للمريض مش استنى عليه يفوق لحاله. طيب الهالوجينيتد هيدروكربون انستاتكس زي الديسفلورين. تمام. اللي قلنا بعمل ستابلايزيشن في الاكشن على النيوروماسكولار جنكشن. عندنا برضو حكينا عن الامينو جلايكوسايدز والكالسيوم شانل بلوكرز اللي وين عندنا اشتغلوا لي في هاي المنطقه انهم هم بيعملوا بلوك للكالسيوم، وبالتالي عندي ما في ريليس للاستيلكولين، وبالتالي سينرجستيك افكت لا اللهم صل على سيدنا محمد سينرجستيك افكت لا المسل ريلاكسنت. بس هون بدي اوريكم انه كيف انه احنا بنعطي مسل ريلاكسنت مع جنرال انستيجيا ومع السكسنيلكولين. تمام. بتشوفوا هون فان لا دقيقة شايفين انه انا كله انترافينوس يعني ما بعطي اشي انا انه تابلتس. فراح تشوفوا شايفين الابر هاي فيها عندينا انا جنرال انستريك عادة يكون بروبوفول، وفيها برضو رد بعدين في إبرة ثانية توقعنا هاي في إبرة ثانية فيها عندينا أنا اللي هو الرو كورونيوم لأني بدي إياه شورت أونست. تمام. وراح تشوفوا إنه برضو بعطوا سكسين الكولين اللي هو الديبولاريزينج، فممكن شوية يصير في تويتشينج أو فاسيكوليشن زي اللي شفناها قبل شوي. شايفين هسا صار في ريلاكسيشن. تمام. في المسلز عملنا تراكيال انتوبيشن، دخلنا بدي المسلز تكون ريلاكست عشان شايفين الانبوب ممكن اذا كانت المسلز مش يعني كونتراكتد ممكن انا يصير في انجري للمريض. طبعا هون رجعت راسه عشان تعمل انا تفتح المجال اكثر عندي للتيوب انه بدخل. وهيك بالنسبة للمحاضرة يعني زي ما حكينا محاضرة خفيفة يعني الصراحة ما فيهاش كثير يعني تفاصيل، بس انه ركزوا على فكرة اعرفوا الفسيولوجي ارسموا زي ما رسمنا. تمام. انتبهوا لفكرة انه في عندي انا اللي هو الاستيلكولين بحد ذاته، في انا راح بشتغل على تشانل، في عندي استيلكولين ستريز بيحطم الاستيلكولين، فلو جبت انا اشي بمنع الاستيلكولين ستريز شو راح يصير؟ برضو اني انا عشان اعمل ريليس للاستيلكولين بدي كالسيوم، لو جبت اشي بمنع الكالسيوم زي الامينو جلايكوسايدز اللي بتتنافس مع الكالسيوم او الكالسيوم شانل بلوكرز شو راح يصير؟ تمام.
شو الانديكيشنز اللي بنستخدم فيها المصل ريلاكسنس في السيرجري مع الجنرال انستيزيا؟ ليش؟ عشان انا اقلل جرعه الجنرال انستيزيا وبالتالي بقلل السايد افكتس في التراكيال انتوبيشن زي ما شفنا بالفيديو. تمام، بنتبه للسايد افكتس اللي والاشياء المميزه فيهم. بنتبه ليش انا ما بدي اتراكوريوم وليش بدي السيس اتراكوريوم. فكره انهم هم ايش زي ما حكينا بتحطموا بالسودو كولستريزز في البلازما مش في الليفر او في الكيدنيز، وبالتالي بيكونوا very safe options عندي، بقدر استخدمهم لو مريضي عنده رينال او ليفر فيليور. تمام، هاي بالنسبه للمحاضره، ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوها منيح. يعني ادعوا لنا وادعوا لاهلنا في غزه، يعطيكم الف عافيه، افضل وموفقين بامتحاناتكم.